الحقد ومن ثم الاندفاع. هنا الاندفاع على بركة الله تعالى، اندفاع موفقة في شوطنا الرابع للأفراس المبتدئة، الانتاج عمر 3 سنوات على مسافة 1400 متر. هنا أشاهد زفزافة يبدو أخذت زبام المبادرة، هناك أيضا بلاك ديموند ومحاولات أيضا للتقدم من الخارج الآن آخر الداخلين في هذا الشوط عشان جود في محاولة في المرتبة الثالثة، كذلك أشاهد تجر التي تأتي هنا في المرتبة الثالثة على ما يبدو المرتبة الأولى لعشان جود، المرتبة الثانية هنا لزفزافة التي يحاول أيضا الخيال عبدالله العوفي أن يتقدم بها إلى المرتبة الأولى ويحافظ على المرتبة الأولى. هناك أيضا عشان جود التي لا تترك الفرصة لزفزافة في هذا الشوط، وهناك أيضا أشاهد الاندفاع تأتي من جود عبدالله في محاولة التقدم، هناك أيضا مهادية التي تأتي هنا في هذه اللحظات وتدخل إلى المرتبة الثالثة في هذه اللحظات، ولا زالت الصدارة لزفزافة التي تحافظ على الصدارة مع عبدالله العوفي في الظهور الأول لهذه الفرس في سباقات الخيل السعودية. هنا أيضا التقدم لمهادية من الخارج الآن، محاولات أيضا لتجر التي تحاول في هذه اللحظات، تجر أيضا من الوسط تحاول أن تجد لها طريقا وتتقدم إلى الأمام، ولا زالت زفزافة تحافظ على الصدارة. الانطلاقة لتجر، زفزافة من الداخل، تجر من الخارج الآن، محاولات أيضا للدخول لتجر في هذه اللحظات، تجر إلى المرتبة الأولى والمركز الأول ما شاء الله تبارك الله بكل قوة في هذه اللحظات لفهد درع سليمان الدرع. محاولات أيضا لزفزافة من البداية وحتى النهاية ولكن تنازلت عن المرتبة الأولى.